السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف السادس. معانا الورك بوك يونت 10، آخر صفحة عندنا في درس بيج 69 صفحة 69. برضو ما زلنا في كتابة ايميل، بيقولي write notes about yourself، اكتب ملاحظات عن نفسك. name يعني اسم، how old you are كم عمرك، number of brothers عدد الاخوات، number of sisters عدد الاخوات البنات، father's job وظيفة الأب، mother's job وظيفة الأم، بيت الحيوان الأليف. وبيتس نيم اسم الحيوان الأليف. school big or small بيسألك مدرسة صغيرة ولا كبيرة، number of pupils عدد الطلاب فيها، favorite school lesson مادتك المفضلة في المدرسة، sports you play الرياضات اللي أنت بتلعبها. write your new friend هنكتب الصديق الجديد بتاعك، وهنستخدم الملاحظات اللي احنا كتبناها فوق، ماشي. وهنكتب اول بريد الكتروني للايه، لصديقنا. ادي الملاحظات عندنا بتاعتنا، واحده واحده مع بعض، ونكتب الملاحظات. اول حاجه نيم، اسمك ايه؟ هقول له كده على سبيل المثال علي. how old you are، هقول له كده ايه، 13. 13 يا اما تكتب له ايه، 13. خلاص بالرأي، يا بالحروف يا بالأرقام. number of brothers، انت مثلا عندك 2 brothers. ها number of sisters، عندك مثلا 1 اخت واحدة. father's job، وظيفة الأب، اقول له مثلا ايه، ها دكتور، ابويا دكتور طبيب. طب وظيفة الأم، ها نيرس، الأم ممرضة. طيب الحيوان الأليف بتاعك، اقول له كده كات، قطة. طب اسم القطة ايه، هاني، احنا خدناها في الدرس كان اسمها هاني، كان اسم القطة عسل. ها سكول بيج اور سمول، المدرسة اقول عليها بيج، كبيرة. طب نمبر اوف بيوبلز، ها 1000، الف. كان عدد الطلاب في المدرسة 1000 طالب، الف يعني وان ايه، 1000. خلاص favorite school sub lesson، اهم الدرس الانجليزي، الدرس المفضل بتاعي انجلش، اللغة الانجليزية. sports you play، الرياضات اللي بتلعبها، اقول له كده football and tennis. خلاص طيب تعالوا بقى نكتب ايميل فيها المعلومات دي. طبعا انتوا عرفتوا تكتبوا الايميل ازاي يا ولاد، عشان اكتب الايميل يا ولاد اول حاجه بقول له ايه، انا اسمي علي، صح؟ فاكرين لما قلت له اول حاجه هبدا بيها دير، عزيزي، انا بكتب لفهد، بقول له دير فهد، عزيزي فهد. خلاص طيب ابدا بقى الجمله بتاعت الباراجراف من هنا، من الحته دي كده، هقول له كده I am writing to you، هقول له كده ايه، هقول له good، جيد، to hear from you، لأسمع منك. خلاص دي عبارة بنحفظها، أعمل علامة تعجب، هقول له كده I am writing to you، أنا بكتب ليك، ها to tell you، لكي أخبرك، about إيه، about myself، عن نفسي، عشان أتكلم مع، عشان أخبرك عن نفسي، about myself. خلاص هعمل كوما يا ولاد، بعد كده عن نفسي، وايه تاني، my family، عائلتي، and وكمان مين، my school، مدرستي. انا هتكلم عن 3 حاجات. دلوقتي يا ولاد الباراجراف هينقسم لقسمين. القسم الاول انت بتتكلم فيه عن نفسك، انت عندك كم عمرك، عدد الاخوات الولاد، عدد الاخوات البنات، وظيفة الاب، وظيفة الام. دي كده الايه، الباراجراف الاولاني. خلاص في باراجراف تاني بتكلم فيه عن الايه،
عن الحيوان الأليف. ما لما خلي بالك ممكن ابقى ضم تبع الباراجراف برضه. هتبدأ بقى تقول له الباراجراف الأول. نشوف المعلومات اللي احنا كتبنا عنها. اقول له I am 13 years old. I am 13 years old. انا عندي 13 سنة. اقول له كده I have got. انا لدي two brothers. اخين. and one سيستر. انا عندي اخين من الولاد واخت واحدة بنت. وهنعمل فول ستوب بنقطة. بعد كده هقول له ماي فاذر ابي از ا دكتور طبيب. اند ماي اند And my mother is a nurse. وأمي تكون ممرضة. كده اتكلمت عن أبي وأمي. أقول له كده my favorite pet is اللي ها حيوان الأليف بتاعي المفضل is إيه؟ is cat. is a cat. هو عبارة عن قطة. هنكمل كات هنا وراها. خلي بالكو عشان الايه. وهقول له ايه its name اسمها ها is يكون honey عسل. خلاص ده كده الباراجراف التاني. الباراجراف الاول كل ده بديله بحكيله عن معلوماتي. اي الباراجراف التاني هقول له I am in a book. My school is big. خلاص احنا هنشيل ايه يا اولاد. نبدأ بقى نكتب الباراجراف التاني. هنكتب الباراجراف التاني. الباراجراف التاني بقى هبدأ من هنا كده. هقول له مدرستي يعني ماي سكول. مدرستي ايه is big تكون كبيرة. تخلي بالك وجبت السؤال اللي احنا المعلومة اللي احنا قلناها فوق. هقول له it has وهي لديها يعني فيها يعني ها 1000. اكتبها بالارقام كده 1000 pupils هي فيها 1000 طالب. خلاص بعد كده اقول له ماي فيفوريت ليسون درسي المفضل او مادتي المفضله او حصتي المفضله از ايه يا ولاد. قلنا ايه از انجلش تكون اللغه الانجليزيه. بعد كده اقول له اي لايك لا ماي فيفوريت سبورتس بقى اقول له ما رياضاتي المفضله My favorite sports are football and tennis. بقول له رياضاتي المفضلة لحظة عليها كده رياضاتي المفضلة تكون كرة القدم والتنس. عايز أعرف فين الباراجراف الأولاني سبب كتابتي للإيميل أهي من بداية جود لحد سكول. فين الباراجراف الاولاني من ايام 13 شايف بنبدا من هنا
وتاني جملة بتيجي هنا، وتاني بعدها تيجي هنا، آخر باراجراف بادئ من هنا أهو. آخر حاجة أقول له كده إيه؟ write soon، اكتب قريبا، فاكرينها write soon، اكتب قريبا. واللي كاتب الإيميل كان مين؟ ها؟ علي. خلاص، اللي كتب الإيميل اسمه علي. وبكده نكون خلصنا 11. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.